السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، كيف الحال؟ طيبين؟ حياكم الله في مقطع جديد، وفي هذا المقطع راح نتحدث عن وحش الطاغية تيرنت T002. كان هذا الطاغية جزءا من سعي مختبر أركلاي لتطوير نموذج الحياة النهائية. كان T002 ومشروع تيرنت المرتبط به في ذلك الوقت سري للغاية. تم العثور على T002 للذكاء في نفس المستوى تقريبا مثل شكله البشري المصاب قبل الإصابة به، سمحت له باتباع مجموعة واسعة من الأوامر خارج نطاق نماذج هانتر، ولم تكن حياتها قد اختصرت بشكل كبير. كان T002 هو أول تطوير ناجح لمشروع تيرنت، وهو مشروع R&D Umbrella USA يهدف إلى إنشاء أسلحة بيولوجية بشرية معززة وذكية وقوية بما يكفي لتحل محل الجنود في الخطوط الأمامية بالكامل. تم إيقاف المشروع لسنوات بسبب ندرة جين معين للذكاء، مما سمح للبشر المصابين بالتحول بشكل مختلف عن الزومبي. كان من المحتمل أن يموت هؤلاء الأفراد أثناء الطفرة، مما يجعل الطاغية غير عملي في ذلك الوقت. تم تطويره في عام 1998 باعتباره سلالة تي فيروس أكثر عرضة لخلق الطغاة عن طريق الحد من تلف الدماغ. أول متحولة كانت الطاغية نموذج T002. تم إطلاق شكل من الفيروس المحمول جوا من جسم تيرنت أثناء الحقن في المضيف، وهو سجين ذكري بالغ قوي نتيجة لحادثة ناجمة عن كوين ليش، وقد تسبب في نهاية المطاف في تلوث إمدادات المياه بالمرافق وإصابة موظفي القصر فوق سطح الأرض، ليصبح سلالة عبر الجلد. بمجرد أن يصبح الإنسان المصاب من الزومبي، أظهرت سلالة واحدة من تحوله. اكتشفت في القصر تأثير VACT المعروف بتحول الزومبي إلى رؤوس قرمزية سريعة المخالب. وفي عام 1998 أعطي الانتهاء من سلالة مختبر أركلاي المحسن إبسيليون، الذي بدأ في تغيير جسم المضيف على الفور تقريبا، الفرصة للفريق لإنشاء مثل هذا السلاح. على الرغم من أن جراحة الطوارئ كانت ضرورية للمشروع، تم تحديد موقع المدنيين على الأقل مع الصفات الوراثية المفيدة، وتم نقلهم إلى المختبر للمشاركة في المشروع بسبب شدة الطفرة. مات معظم المشاركين. عند الانتهاء تم تخطيط T002 ليتم تشكيله ضد المحاربين القدامى في تمرين بإطلاق النار قبل أن يتم إنتاج الحيوانات المستنسخة بكميات كبيرة. ومع ذلك فإن تطور T002 كان قصيرا عندما نقل فيروس T من الاحتواء أثناء العمليات الجراحية في المرحلة المتأخرة، وبالتالي لم يكتمل أي تقرير مكتوب، وBOW نفسه لم يتلقى أي تحسينات جسدية جديدة. بعد إضافة نظام القلب والأوعية الدموية الذي تم تغييره، تم إخلاء أجنة T002 المستنسخة بنجاح بواسطة الدكتور ألبرت واسكر أثناء الزيارة. لكن الطاغية نفسه لم يتم إجلاؤه عندما تم رفع الحجر الصحي في يوليو. تلقى الدكتور واسكر أوامر بتدميره أثناء كتابته لفريق ستارس للتحقيق في قصر سبنسر، ولكن بدلا من ذلك أطلقه من الاحتواء مع العلم أنه يمكن أن يهاجمه. بعد طعن الدكتور واسكر، وجه انتباهه إلى فريق ستارس وهم الناجين. على الرغم من تعرضه للضرب من قبل الناجين، تم تعطيل محدد القدرات الخاص به، مما سمح له بالبدء في التحول إلى سوبر تيرنت. شق طريقه عبر الخرسانة الموجودة في مختبر أركلاي للحاق بفريق ستارس، وحاربهم مرة أخرى على مهبط طائرة الهوليكوبتر، حيث قتل أخيرا بعد تعرضه لضربة مباشرة من قاذف الصواريخ. وإلى هنا تنتهي قصة التيرنت، وسوف نتحدث عن قصص أخرى عن باقي الوحوش. وشكرا لكم على حسن المتابعة. إذا عجبك المقطع لا تنسانا من اللايك والاشتراك. شكرا لكم والسلام عليكم. كان معكم حميد فوكس من قناة عمان بلاتون وقناة فقط ريسيدنت إيفل. شكرا لكم.